طيب ندخل على كان 2019 اكيد عندك تشكيل الاسبوع بتاع دور الربع النهائي والتشكيله المثاليه وكمان ارقام من لاعبي منتخب الجزائر في دور نصف النهائي. التشكيله المثاليه لدور الثمانيه طبعا الحارس رئيس مبولحي حارس منتخب قدامنا على الشاشه رئيس مبولحي حارس منتخب الجزائر كان ليه دور مهم جدا في صعود الجزائر لدور نصف النهائي. تمام. يمكن هو عامل 6 سيف منهم 6 انقاذ منهم 4 من جوه الصندوق. تمام. الاثنين المدافعين هم احسن اثنين مدافعين في البطوله ومعهم مدافع منتخب الجزائر يعني ياسين مرياح وخليدو كولوبالي. ياسين مرياح مدافع منتخب تونس بيلعب في اولمبياكوس اليوناني ده يمكن قام ب 61 تمريره قصيره وشتت الكره 6 مرات. اللي جنبه خليدو كولوبالي مدافع السنغال اللي هو بتاع نابولي رغم ان هو طويل القامه من احسن المدافعين في العالم. خليدو كولوبالي مدافع نابولي كمان مميز بتحضير الهجمه كل ماتش تلاقيه عامل كام تمرير طولي بيعدل 15. لاحظ النقطة دي. خليدو كولوبالي اللي هو ارتكاز اللي هو مدافع السنغال ده مدافع نابولي ميزته ان هو بيحضر الهجمة بشكل مميز قوي. عشان كده في ماتش الجزائر في دور المجموعات المدرب بتاع الجزائر عمل ايه؟ جمال بالماضي خلى بغداد بونجاح يقرب دايما لخليدو كولوبالي دايما وساب التاني اللي هو اللي جنبه اللي هو شيخو كيال قال له حضر انت الهجمة لان انت كورتك مش عالية وخلى بغداد بونجاح يقرب دايما لخليدو كولوبالي وبالتالي بدأ ان هو يمنع منتخب السنغال ان هو يحضر الهجمة من تحت. تمام. الباك ليفت ايمانويل امورو ظهير ايسر بنين ده يمكن هم اختاروه عشان انقذ هدف من على خط يمكن الباكين انقذوا هدف يعني باكايوكو في منتخب كوت ديفوار انقذ هدف من رياض محرز وامورو ظهير ايسر بنين انقذ هدف من قدام السنغال. تمام. الثلاثه الارتكاز سفيان فجولي نجم منتخب الجزائر وده صاحب الهدف وعمل مباراه كبيره جدا مميز قوي المباراه الجايه مباراه ان هو مميز ان هو بيكمل. تمام. بيكمل جوه ال 18 وحتى كمان فرحته لما جات الهدف وكان مصاب دي حاجه تدل ان هم عندهم روح عظيمه في منتخب الجزائر. اوكي. صامويل شيكيزوي ودوت واحد من مفاجات البطوله ونجم فيا ريال عنده 20 سنه بس البطوله دي طلعت عناصر شابه 20 سنه كتير قوي ومميزه. بالظبط. صامويل شيكيزوي عامل 4 مراوغات ناجحه عامل جاب هدف وصنع فرصتين مميز قوي وهو بيلعب في فيا ريال وكان من ضمن اسباب بقاء فيا ريال في الليجا الاسبانيه. فرجاني ساسي طبعا نجم نادي الزمالك هو صاحب الهدف الاول وفرجاني عمل 49 تمريره عشان كده تم اختياره من ضمن التشكيله. كان مان اوف ذا ماتش مباراه مدغشقر. الثلاثه اللي قدام بقى يعني هو الثلاثه اللي قدام منهم اثنين لو لاحظنا هنلاقي ان في 4 من منتخب تونس في التشكيله. الاثنين اثنين منهم وهبي الخزري ويوسف المساكني. نركز على وهبي الخزري ده. وهبي الخزري اللي هو بيلعب في سانت تيان الفرنسي هو اكتر لاعب عربي صنع فرص في كاس الامم. بالزبط. صنع 13 فرصه بالزبط. 13 فرصه رقم كبير جدا. وهبي الخزري كمان ميزته ان انت بدا البطوله كراس حربه مهاجم وهمي وبعد كده صانع العاب وبعد كده جناح يمين بيلعب في كذا مركز. وهاب الخزري لعيب مميز جدا جدا جدا. الناحيه الثانيه النمس يوسف المساكني واحد من احرف اللعيبه على مستوى القاره بيبدا يستعيد مستواه يمكن ارقامه كمان قويه قوي يعني هو احرز هدف وصنع هدف هو رجل الجوله بالارقام احرز هدف صنع هدف دقه محاولاته 100% محاولتين صح من 2 ومراوغاته 100% 4 صح من 4 فده رجل الجوله يوسف المساكني بالارقام يعني انت بتتكلم لاعب جايب هدف صانع هدف عامل محاولتين على المرمى بنسبه دقه 100% ومراوغاته 100% اللاعب الثالث هو موسى سيمون وده برضو نجم منتخب نيجيريا وليفانتي الاسباني صنع هدف وصنع فرصتين وتم اختياره يمكن هو مش اخد درجه عاليه قوي اخد 7.5 لكن يوسف المساكني اخد 8.6 ووهبي الخزري واخد 8.3. تمام. شكرا جدا دكتور احمد. شكرا. بعتذر لك عشان وقتنا قصير النهارده عندنا تفاصيل كتير في كان 2019 لكن ان شاء الله الحلقات القادمه يكون في مساحه وقت نتكلم بقى كمان البطوله اكيد فيها دروس مستفاده كتير جدا باذن الله وسعيد جدا بتواجد معاك. الله يخليك يا دكتور احمد.